الآن كنائب في البرلمان أو غازي الهوام لا أستطيع أن أقول على من ظهرت صورهم أنهم ساهموا أو كذا، أنا يعني للأمانة ما بستطيع، لكن هناك تحقيقات هناك كذا. إحنا الرغبة اليوم أنه اللي بيثبت حقيقة، لا نريد ما يتداوله المجتمع الآن، لا نريد الآن ما يقال على الصفحات على المواقع، لا نريد هذا الكلام. رأينا فيديوهات تتعلق بأشخاص هم بريئين منها كل البراء. اليوم أختي وهذا يعني كلام لكل المجتمع الأردني، اختلط علينا الحابل بالنابل، اختلطت علينا الأمور، صرنا كنا يعني وصلنا لمرحلة من الثقافة ومن التحليل والتفسير والتأويل، يعني الآن ممكن إحنا نصير ما شاء الله يعني ثلثين الشعب الأردني افتاء ما شاء الله، مفسرين أحلام، مؤولين كذا. نعم. إحنا ما بدناش نقطع على الناس رؤية ما يحدث، لا، إحنا بدنا الناس ينقطعوا عن الاتهام الكاذب، بدنا الناس ينقطعوا عن السرعة في تلقي الحدث وإبراز الرسائل غير واضحة وغير دقيقة. نريد أن تتدخل الأجهزة وتأخذ دورها، نريد الأمن أن يتدخل ويأخذ دوره، لا يمنع لا يقطع، نريد للأجهزة الرقابية، أنا أريد لمجلس النواب أن يكون مجلسا قويا، أنا شخصيا أريد للحكومة أن تكون حكومة قوية، أريد لعمر الرزاز اليوم هذا الإنسان اللي أنا بعتبره كويس ومحاور ومستمع جيد وكذا، أريد له أن يضع يده، الجرح بائن جدا، إحنا اليوم بدنا ملايمة الجرح، فساد شأن عظيم صار في الأردن، صرنا إحنا بدل ما نسبح لله عز وجل في السجود نفكر في فلان وعلان وأكل ونهب وكذا، صارت حياتنا عجيبة. نعم أستاذ الكريم، اليوم الملف